كل المدرجات اهتزت لأن الجزائر أبدعت في افتتاح منافسة ألعاب القوى. البداية كانت مع بوزبرة زوينة والميدالية البرونزية في اختصاص رمي المطرقة. حصلنا على الميدالية البرونزية وأول مشاركة لي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لينا بهذه الميدالية الكامل الشعب الجزائري. وان تو ثري فيفا لالجيري. شهية الميداليات امتدت للثنائي ثابتي وبوشيشة بذهبية وبرونزية في 300 متر موانع، ليختتمها تريكي بذهبية في مسابقة الوثب الثلاثي. الحمد لله وفقني ربي، شرفت بلادي وما خيبتش الجمهور اللي حضر على جالنا اليوم، كان يعني جمهور كثيف جدا، الحمد لله فرحناهم ويعطيهم الصحة اللي حضروا. أول حاجة نشكر الجمهور هذا اللي حضر كامل، وأنا ما خيبتش ظنه، يعني حبيت اليوم نرفع الراية الوطنية والحمد لله رفعت الراية الوطنية وتحية الجزائر. جماهير غفيرة يعني هما اللي زادوا لنا التحفيز وحفزونا باش لحظة تاريخية، يعني ما غير المنافسات اللي أخذناها الدولية، ولكن هذه في بلادك مش كما الآخرين. منافسة اليوم الأول توجت أيضا بتأهل عبد الملك لحولو إلى نهائي 400 متر في أمسية أمتع فيها الجمهور وكان سندا للعدائين وصنع الفرجة في المدرجات.